أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح خلال تكريم أسرة شهيد الواجب وكيل عريف تركي محمد العنزي الذي توفي إثر حادث الدس المتعمدة ورجال الأمن المصابين في الحادث، أكد أن الشهيد سيظل رمزا من رموز الوفاء والإخلال والتفاني من أجل أمن الوطن وأمان المواطنين ومثالا يحتذى به، مبينا أن تكريم أسرة الشهيد ما هو إلا إيمانا وعرفانا بما قدمه من عمل دؤوب وجهود مخلصة هدفها الحفاظ على أمن الكويت وأمان مواطنيها. تحت رعاية وحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد ووكلاء وزارة الداخلية المساعدون والقيادات الأمنية، جرت صباح اليوم الاثنين الموافق 29 فبراير 2016 بوزارة الداخلية مبنى نواف الأحمد، تم تكريم أسرة شهيد الواجب المغفور له بإذن الله تعالى وكيل عريف تركي محمد العنزي من مرتبات الإدارة العامة للمرور والذي وافته المنية إثر حادث الدهس المتعمد الذي تعرض له أثناء قيامه بمهام عمله. كما شمل أيضا مراسم تكريم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبد الفتاح العلي، وذلك تقديرا وعرفانا بما قدمه من جهود مخلصة وعمل دؤوب وعطاء متواصل خلال فترة عمله على مدى 40 عاما في خدمة الوطن وأمان المواطن، والذي تقلد خلالها عدة مناصب قيادية وإشرافية. كما جرى تكريم رجال الأمن المصابين في حادث الدهس المتعمد، وذلك ضمن حرص وزارة الداخلية على رعاية أبنائها المخلصين وما قدموه من تضحيات جادوا خلالها بأرواحهم وفداء لأمن الوطن وأمان المواطنين والمقيمين. كما شهدت مراسم التكريم من كافة القطاعات الأمنية من منتسبي وزارة الداخلية المتميزين في القدرات والمهارات المختلفة التي من شأنها تطوير العمل الأمني، والتي لا تقتصر على الكفاءات الأمنية فقط بل شملت الإنجازات الرياضية والعلمية التي حققوها وكان لها الأثر البالغ في الارتقاء بالأداء الشرطي. ويأتي هذا التكريم تأكيداً من معاليه على اهتمامه ودعمه المتواصل لأبنائه من منتسبي الوزارة. وفي كلمة لمعاليه عقب مراسيم التكريم قال مثنياً على جهود رجال الأمن لحماية أمن الوطن وأمان المواطنين، مثمناً بكل فخر واعتزاز ما قدمه الشهيد وكيل عريف تركي العنزي ورفقائه المصابين لهذا الوطن من تضحيات، وهذا ما يؤكد للجميع أن أبناء وزارة الداخلية كانوا وسيظلون على العهد باقون في التضحية والفداء، وأن الشهيد سيظل رمزاً من رموز الوزارة. وأشاد بالجهود التي قام بها اللواء عبد الفتاح العلي خلال فترة عمله والعطاء المتواصل في حماية أرض الوطن وتطبيق القانون. أشاد أيضا الخالد بالكوكبة المتميزة من كافة القطاعات الأمنية وحثهم على بذل المزيد من التطور بالقدرات والمهارات بما يخدم أمن وأمان الكويت. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية أخواتي وإخواني، أحب أنتهز هذه الفرصة لأهني سيدنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سيدنا سمو ولي العهد وسيدي سمو رئيس مجلس الوزراء بالاحتفالات الأخيرة اللي مرت فيها دولتنا الحبيبة، ونشكر سيدنا صاحب السمو لمواساتنا ووقوفه معانا في الحادث الأليم. وهذا ولدي محمد، هذا ولد الداخلية، ولد محمد الخالد، وشهيدنا إن شاء الله من الشهداء عند ربه. عشان ابتدي بوضوح يا اخوان، مو كل من راجع الطب النفسي مختل عقليا، هذا مو صحيح. الحادثه هذه يمكن تصير في الجانب الاخر من شارع الخليج اللي كان الفريق وقياداته عن بكره ابيهم، وانا كنت وياهم على رصيف الكورنيش. يمكن تصير في جهه اخرى، لكن قدر الله جت بهذه الأبطال. لا
ولكن مع الترصد وصدق الإصرار ويقصد ما قام فيه. فلا نقول طب نفسي ولا نتكلم عن هذا. منتمي لتنظيم نفسه بأقل من 24 ساعة حق في ثانية دورية أوقفت سيارة مشتبه فيها، طلب هويته، ركض من السيارة، زوجته نطت على المقود وردت على ضابط وعسكري ويانا، كانوا بيروحون لولا عناية رب العالمين وإصابة بسيطة بريدهم. وهذا التطرف من نوع آخر، مدمنين مخدرات هي وزوجها السوري. فلذلك يا أخوان قدرنا أن نكون حماة لهذا الوطن، وأنتم شاودتها. احنا نفهم لا عائلتكم شافتكم بالعياد ولا عيالكم ولا لشنو، لخدمة ربكم وأميركم وأهل الكويت والمقيمين عليها. قالوا لي بعد الحادث أن في إشاعات أن راح تتوقف المسيرات. قلت ليش؟ ليش تتوقف؟ ندوس على جراحنا، على عزانا، ولا يحسون أهل الكويت بشيء. وفعلا اليوم الثاني الأعداد أكثر. فربنا يديم الأمن والأمان والفرحة على قلوب ونفوس أهل الكويت. فأنتوا لها بالسراء والضراء قسمنا أمام أميرنا أن نظل على العهد باقون، ونحن كذلك إن شاء الله. اللي شفناه من المتميزين علاج سرطان، من بطولة كمال أجسام، من رماية، من شي يدل عليه هذا؟ يدل أن رجل الأمن وبنت الأمن ما هو بس متخصص في عملية الأمن وبس، له من نشاطات أخرى وثبتوها في الكوكب اللي عرضت علينا، وهذه مجموعة وفي مجاميع أكثر. وأتمنى بين فترة وأخرى أحضر ونشوف هذا التكريم. بالنسبة للأخ فتاح اللي هو عبد الفتاح العالي، يعطيك العافية. أنت مثل ما قلت كلمتي في فيلك، أنت يمكن بالورق طالع التقاعد لكن قلبك وروحك وكذا ترى ويا الداخلية. ربنا يوفقك وقمت باللي قمت فيه، وإن شاء الله إن شاء الله تكمل مسيرتك بالحياة العملية، ولك ترى بيت اسمه وزارة الداخلية، ولك إخوان من جميع المستويات. فربنا يوفقك إن شاء الله ونرجو لك التوفيق. ربنا إن شاء الله يديم الأمن والأمان، ودائما إن شاء الله نشوف التكريم وهاللقاط طيب لتكريم بنات وأولاد رجال الداخلية. ربنا يوفقكم وتفضلوا عادي.